وانتم بخير يا مرضى، ان شاء الله ضل هالمستشفى مزدهره ومتقدمه مثل ما نحن هلا. وانا بدي اقول اهلا وسهلا فيك مسيو سامي هالسنه بيناتنا بعيد للمرضى، ان شاء الله بتضل المستشفى بتقدم وبازدهار. نحن بشهر ايار، شهر كثير حلو، وان شاء الله بيكون حلو كمان على المستشفى وعلى لبنان وعلى كل الدنيا. أنا كتير مبسوطة اليوم إنه عم يتكرم محمد. محمد هو مثل كل شخص موجود بالCSU. محمد هو إنسان بيعرف شو معنات RN، بيعرف شو معنات ممرض، يعني ممرض كله تضحية وكله فناء. محمد بيعرف يقعد حد المريض، بيعرف يعطيه فعلا المحبة والشطارة بنفس الوقت. محمد إنسان شاطر ومحب وبيضحي كتير. أنا ما بنسى أبدا محمد وقت نكون عايزينه بالماضي، يكون معنا نايت سوبرفايزر، يبقى محمد مشتغل كل الليل بالCSU واجي أطلب منه بليز محمد فيك تخدمنا الليلة. محمد من قلبه كان يقول ايه مستعد أنا أخدم كل شيء، ويطلع يشتغل بكل المستشفى. وكان الراندمان تبعوه كتير حلو، المرضى يحبوه، المرضى يحبوه، الأهل يحبوه، نحن أكيد أكيد منحبوه ورح نضلنا نحبوه لأنه نحن منحب كل إنسان بيعطي من قلبه. أنا بدي لك يا محمد عقبال كل سنة، وإن شاء الله تضلك بصحتك يا رب. وهال 25 سنة اللي قضيتهم فعلا هودي بتتكرم عليهم، لأنه عطيت من قلبك وعطيت من تعبك ومن حياتك. الله يقويك وخلي لك عائلتك. أنا كمان بدي أشكر مدام جاكلين اللي هي الهيد نورس للCSU، اللي بتضلها منتبه لأقل شيء. هالستاف كتير حلو، كتير بحب بعضه وكتير بيشتغل، وهذا عم بيبين مع المرضى ومع الأهل. كتير كتير عندهم روح تضحية بوجه بشوش وبمحبة للكل. عقبال كل سنة والله يخليكم بصحتكم. وكمان شغلة كتير حبيتها اليوم، فت لعندهم على الCSU اللي صرت محمد محطوطة على الأورديناتور. هيدي بتبين قديش الستاف بيحب بعضه وقديش متكامل مع بعضه. كل ما كان الستاف بيحب بعضه، كل ما كان أثر بوزيتيف ما على المريض وعلى المستشفى. عقبال كل سنة والله يخليكم بصحتكم، وكل عيد المرضى وانتم بخير. ميرسي. يعني محمد هو البروفيسور تبع الكاردك سيرجري يونت، يعني بس انا تلفين له بروفيسور، وهو بيعرف حاله انه هو ريل بروفيسور. انا تعرفت على محمد من شي 11 سنه بس بلشت هون، شفته هيك فيري انتليجنت بس حرك بطريقه مهوله. بعدين كان يعمل طريقته بطريقه من قبل، بس طريقه بسرعه مهوله تعلم طريقته، صرت بالاخر صار يعرف احسن مني. يعني مثل كله لمحمد بيعرف يكون عاطي دوبامين، قايم دوبامين، حاطط لزيكس، قايم لزيكس، يعني كل شيء هو عم يعمله بيعطيني علم كله فيه بس. وانا عندي الثقه الكامله بهالشخص وبحبه كثير، بحبه من كل قلبي، والله يوفقه هو وعائلته. أنا محمد بشتغل معه من 11 سنة. محمد إنسان كتير عظيم، كتير مهضوم، كتير قلبه طيب، كتير بيساعد اللي بيكونوا معه. مثلاً إذا مستلم هو شي مريض كان رايق، كان ديجا إكسوبي ومعنا نحن مرضى تعبانة، بالعكس هو لحاله بيقوم بيساعدنا فيهم. ما بينطر حتى نقول له محمد شو بدنا نعمل، محمد قوم ساعدنا، هو لحاله بيقوم بيركض وببلش يقول لنا شو لازم نعمل. نحن كثير عم نستفيد من خبرته، لو صلنا زمان معه بس هو دائما لقدام، ودائما لقدام عنده خبره اكثر بالحياه. ومثل ما قلت لكم هو انسان كثير مهضوم، كثير بنكت، كثير بنزل اشياء فاني على الجروب تبع الCSU. نحن كثير بنحبه ومبسوطين لانه عم نشتغل معه، وان شاء الله على طول لقدام، وان شاء الله يضل بصحته ويضل قادر يكفي حدنا وحد عيلته. باي. محمد بكلمة صراحة ما بتزبط معي. محمد هو بي استاذي وريزيدون CSU. محمد
محمد بنحبك. محمد هو مثال الممرض، صار لي بعرفه 10 سنين، وعشر سنين كل يوم بيجي على الشغل كأنه أول يوم بيجي فيه على الشغل، كله نشاط وكله حيوية. غير عن رأينا في الشخص إنه هو استاذنا كلنا وعلمنا كلنا، وأنا شخصياً وبحب أشكره على كل جهد وكل معلومة أعطاني إياها. وأكيد بحب كمان إنه قل له الله يعطيه العافية ويعطيه الصحة ويخلينا إياه بالسيرفيس، لأنه صرنا نحس إنه هو مش بس موظف معنا، هو كمان مثل بينا وحتى مثل خينا الكبير. لحظة بدي أحكيك عن محمد. محمد حبيب القلب، في الدرب كان استاذ بالسأسو، علمنا هو الله يخليه صحته. محمد top of the top مدرسة. هاي محمد، فرصة كتير حلوة اليوم نقول لك كلمة من القلب. بدي اقول لك يعطيك الف عافية بعد كل هالتعب وكل هالعمر بهالمستشفى. فضلك كبير اكيد على المستشفى وفضلك علينا كبير. بتذكر انه كل حدا ببلش بالسأسو اول نايت ديوتي لازم تكون مع محمد. Thank you so much. الله يباركك ويبارك تعبك ويبارك عائلتك ويعطيك الصحة. Love you. محمد عبدالهادي ضمير الحي. محمد هو استاذ.